بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. قضاؤه وحكمه عدل وحكمة، ورضاه أمان ورحمة. يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك من فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يقام تحت رعاية وزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بارك الله فيه، الذي يحرص على مثل هذه الفعاليات التي تساهم بشكل كبير في تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي من خلال حرص سيادته ووزارة الأوقاف في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال وسطيته واعتداله، وذلك من خلال الالتقاء المباشر بين العلماء والجمهور في مساجد مصر المختلفة. هذا الدور التوعوي والتثقيفي دور هام تقوم به وزارة الأوقاف لتبرز وسطية وسماحة هذا الدين. إخوة الإيمان، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، ويحضر معنا أيضا قيادات مديرية الأوقاف بالجيزة. إخوة الإيمان، هذا اللقاء يعقد تحت عنوان بر الوالدين. معنا قارئا خلال هذه الفاعلية وهذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني ومبتهلا الشيخ بلال مختار، ونستمع إلى دروس العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، ومن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم الله إلا بالحق.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا وإذا قلتم فاعدلوا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر. بسم الله صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا.
صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذا اللقاء، والذي يعقد بمسجد الاستقامة تحت عنوان بر الوالدين، برعاية من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين من أحب أعمال الخير، ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى، ويأتي حرص الإسلام على ترسيخ هذا النهج الصالح في السلوك، إنما يعكس حقيقة عظمة ومكانة الوالدين في الإسلام وعلو شأنهما، وذلك لدورهما الكبير في حياة الأبناء وتنشئة المجتمع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إخوة الإيمان، من روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف. ذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذا اللقاء، والذي يعقد بمسجد الاستقامة تحت عنوان بر الوالدين، برعاية من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان، يقول ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين من أحب أعمال الخير، ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى، ويأتي حرص الإسلام على ترسيخ هذا النهج الصالح في السلوك، إنما يعكس حقيقة عظمة ومكانة الوالدين في الإسلام وعلو شأنهما، وذلك لدورهما الكبير في حياة الأبناء وتنشئة المجتمع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إخوة الإيمان، من روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الحاضرون والمستمعون، إن الواحد منا يفخر بأنه من الذين يعملون بوزارة الأوقاف، تلك التي من أنشطتها وأهمها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال المنابر في المساجد، ومن خلال القنوات التي تبث لكي يؤدي العاملون فيها والمسؤولون دورهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان منا مكلف بأن يسأل ليعلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث الشريف ألا سألوا إذ لم يعلموا. لذا نجد أننا ننتقل في الدعوة ما بين إفتاء ومجالس إقراء وأسابيع دعوة ما يكاد أسبوع ينتهي إلا ويبدأ غيره. فإذا انتهى هذا في هذا المسجد سيعقد أسبوع دعوي الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. فشكرا للقائمين على وزارة الأوقاف الذين يعملون ليل نهار في تبليغ دعوة ربهم إلى الناس، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيضا في اختيار الموضوعات التي تهم هذا المجتمع فتختار الموضوعات بعناية، ما بين أن يتجول الإنسان أو يجول بقلبه نحو ربه سبحانه من عبادات، وأيضا في معاملات هي من صميم العبادات ومن صميم الدين. ويأتي من تلك الأشياء الاجتماعية والتي هي عبادة من أفضل العبادات بر الوالدين، وليس بر الوالدين قاصرا على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الشرائع قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ببر الوالدين، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبرا بوالدي. ولذا كان مما استمعنا إليه في بداية لقائنا قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل الإحسان إلى الوالدين من المحرمات؟ لا، بل هو من المأمورات، إنما ضده وهو الإساءة هو المنهي عنه. ولكن القرآن كأنه لم يتصور إنسانا يسيء إلى والديه، فعدل هنا من المحرم إلى المأمور به، وبعد ذلك تجد الآيات تسير في المحرمات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال: ولا تقتلوا ولا تقربوا. هذه منهيات. أما في جانب الوالدين فجاء بما هو مأمور به وبالوالدين إحسانا، لم يقل وأحسنوا إلى الوالدين، لأنه ربما يتحقق الإحسان بمرة إذا أحسنت إلى والديك ثم بعد ذلك تسيء إليهما تكون قد أتيت بالأمر. لا، الإحسان جاء بصيغة المصدر الذي يدل على الثبات والدوام، فالإحسان إلى الوالدين وبرهما دائمين متلازمين بدوام الولد لا بدوام الوالدين، لأن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما يمتدان بعد وفاتهما. وبالوالدين إحسانا، لماذا لم يذكر الإساءة إلى الوالدين؟ لأنه لا يتصور أن يسيء ولد إلى والديه. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه،
ماذا كان رد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ القريب عهد بجاهلية، فلو سمعوا أن إنسانا يسيء إلى الوالدين في الجاهلية ما استغربوا ذلك وما كان ذلك مفاجأة لهم، ولكنهم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يلعن الرجل والديه؟ لا تتصور الإساءة إلى الوالدين، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون سببا غير مباشر في لعن والديه. فهل يتصور أن يكون إنسان لاعنا لوالديه أحدهما أو كليهما؟ لا يتصور ذلك. ولذا كل الأمر بالإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم جاء بصيغة المصدر، ولم يأتي في القرآن النهي عن الإساءة إلى الوالدين فقط. فلو تصور إنسان أنه يقف من والديه موقف الحياد فلا يسيء إليهما ولا يحسن إليهما، هل يكون قد أتى بما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ لا، لأن المأمور به هو الإحسان إلى الوالدين، ويأتي ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالأبوان أي الأب والأم هما سبب الوجود بعد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجدك أي خلقك سبحانه، فقد جعل الوالدين السبب المباشر لوجودك، ووجودهما أو ما يتحملانه هو المولد والتربية، وغيرهما قد يربي، لكن الوالدين هما من يلدان ويربيان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حقهما: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن الشكر إلى الوالدين بشكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن ما من إنسان يتمنى أن يكون غيره خيرا منه، ليس هناك أحد يتمنى أن يكون غيره أحسن منه إلا الوالدان، فهم يتمنيان أن لو كان الابن أفضل منهما. الله سبحانه وتعالى قد يغفر للعبد ويرزقه على رغم ما به من عصيان، والأب والأم يغفران لولدهما وإن أساء إليهما. انظر إلى ولدك عندما يولد صغيرا، الأم تحمل وتضع وترضع، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر إلى الأم كيف تتحمل أذى ابنها وهو صغير، بل تكون في أشد السعادة عندما تميط عنه الأذى، وهو خلقه الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يعقل، إنما يأتي السمع والبصر والعقل تباعا، لأنه لو كان بعقله وهو في هذا الحال لكان في أشد الضيق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأفرد الله سبحانه وتعالى السمع لأن الإنسان لا يسمع إلا، لا يميز إلا شيئا واحدا، وقد يرى الكثير، ويتقدم السمع على البصر فيسمع الإنسان أولا ثم يبصر. ولذا جاء السمع قبل البصر في القرآن الكريم،
إلا في موضع واحد، جاء البصر قبل السمع، ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الله سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وأنتم تقرؤون وسمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، في الحال الذي يحتاجان فيها إليه، الله سبحانه وتعالى نهى عن القول السيء وأمر بالقول الحسن، ونهى عن الفعل السيء وأمر بالفعل الحسن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا القول، ولو كانت هناك كلمة أقل من التأفيف الذي هو علامة الضجر، لو كان هناك أقل من ذلك لأشار إليه القرآن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بفعل، وقل لهما قولا كريما. وهذا يدل على أنك لو وقفت موقف الحياد لا تكون قد أتيت بما أمرت به كما قلت. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. على عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا أويس بن عامر القرني بارا بأمه، وما منعه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى المدينة إلا بره بأمه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذا يعد في التابعين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان سيدنا عمر إذا أتى أهل اليمن يخرج يسأل عن سيدنا أويس بن عامر، حتى أتى عليه في عام وسأله: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. استغفر لك، وأنت أمير المؤمنين، وأنت من شاهدت رسول الله، وأنت من لك مواقف نزل القرآن سبحانه وتعالى، نزل القرآن من عند الله سبحانه وتعالى بتأييدها. يقول له: استغفر لي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وليست مرة واحدة، يخرج سيدنا عمر في العام التالي يسأل عن سيدنا أويس، فيأتي رجل فيقول: تركته في اليمن قليل المتاع، رث المتاع قليل الهيئة، أو رث الهيئة قليل المتاع. يوم سيدنا عمر يقول للرجل، لأنهم يحبون أن يأخذ الإنسان الخير، يقول للرجل: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يوم هذا الرجل لما يرجع اليمن يدور على سيدنا أويس ويقول له: يا أويس استغفر لي. يقول له: استغفر لك وأنت حديث عهد بسفر، وانت جاي من الحج، وانت جاي من مكة، وانت جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ الولد ويضربه بيده في بطنه وهو غلام رضيع صغير: يا فلان من أبوك؟ يقول: أبي فلان الراعي. فيقولون له: نبني لك صومعتك من ذهب. يقول: لا، بل أعيدها كما كانت، دعت عليه فقط أن يرى وجوه المومسات، ولو دعت عليه بالزنا لفعل.
ولذا هناك أقوال للفقهاء إذا نادت الأم أو الأب الولد وهو يصلي هل يجيب أو لا؟ وهناك من فرق بين الفرض والنافلة، وهناك من فرق بين ضيق الوقت واتساعه كما تعلمون في كتب الفقه. فبر الوالدين شيء عظيم تستقيم به الحياة، وأجره عظيم عند الله سبحانه، وصاحبه محمود عند الله وعند الناس، وهو دين إن أديته أدى هذا الدين أولاده، فإن أحسنت أحسنوا وإن عققت عقوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. أقول قولي هذا وأشكر سيادتكم لحسن حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم آثرات بالشهوات على النفس، ولو غبت ساعة صار في حبس، حياتهما عندك بقايا شمس، لقد رعاياك طويلا فرعاهما قصيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب أولادك شرعا فرع أصلا أثمر لك فرع، واذكر لطفهما بك وطيب المرعى أولا وأخيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وتنتقل الكلمة الآن إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أشرف بوجودي بين حضراتكم وبالقرب من فضيلة أستاذنا الدكتور، فضيلة الدكتور سيد مسعد وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة، وبالقرب من أخي الكريم الأستاذ محمد جمعة المذيع بإذاعة القرآن الكريم. وأشرف بلقائكم إخوة وزملاء أفاضل وحضورا كرام. أولا في موضوع بر الوالدين، أحسنت وزارتنا إذ اختارت موضوعا الحياة الاجتماعية في أمس الحاجة إليه، وكلكم تلمسون ذلك سواء على مستوى الأسرة أو مستوى العائلة أو في نطاق الجيرة أو في المساجد أو في أماكن العمل إلى غير ذلك. لكني أسأل سؤالا أولا، هل كل والد ووالدة لهما الحق في برهما أم لا؟ يعني هل كل أب يستحق أن يبر؟ هل كل أم تستحق أن تبر؟ هل كل أب وأم يستحقان التكريم؟ أم أن هذا ليس من حقهما؟ والجواب على ذلك، واسمحوا لي أن أنحى منحا فقهيا في كلمتي القليلة. أولا، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث بأسلوب متعدد، جعل الإحسان إلى الوالدين هو الأصل، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك وصية منه سبحانه وتعالى، عبر عنها مرة بلفظ الوصية أو عددا من المرات بلفظ الوصية، وعبر الله سبحانه وتعالى عنها بلفظ القضاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وقضى ربك، قضى يعني أمر وحكم، وأمر الله سبحانه وتعالى واجب النفاذ. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ووصينا الإنسان، جاء عندنا عدد من الآيات ربنا سبحانه وتعالى بدأها بهذه الوصية. لكن لاحظوا حضراتكم أنه في بعض الآيات أو في آية جاء فيها حسنا وآية جاء فيها إحسان. إيه الفرق ما بين الحسن والإحسان؟ قال الاثنين مصدر صحيح. طيب حسنا أعلى ولا إحسانا أعلى؟ إحسانا أعلى، على مبدأ أنه اللغة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ممكن يمشي. والعلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى عبر بكلمة حسنا لما كان هناك دعوة من الوالدين إلى الكفر، فربنا سبحانه وتعالى عبر مع هذا بلفظ الحسن. طب ولما كان الدعوة إلى الإيمان، الأب والأم الاثنين محسنين، عبر معهم بلفظ الإيه؟ الإحسان. يبقى الإحسان مستوى
أعلى. فإذا كان الأب والأم مقصرين في حق الابن يدعوانه إلى التقصير في حق الله تعالى، فربنا بيقول لك تعاملهم بالحسن. يبقى معنى ذلك إن أساس المعاملة هو الحسن، ثم بعد ذلك عليك أن تلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. قال لنا وصاحبهما في الدنيا معروف. طب ولما تكون حضرتك ناشئ في بيت الأب والأم الاثنين أسوية، والاثنين بيدعوك للفضيلة، والاثنين ما شفتش منهم إلا الكرم، يبقى لابد أن تقابل الإحسان بالإيه؟ الجزاء الإحساني إلا الإحسان. يبقى يأتي الإحسان مع مين؟ مع الوالدين الكريمين. الأمر الثاني، هو ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى ولا بي؟ لا، في اللغة الأصل إن الإحسان إلى. الإحسان إلى فلان، أحسن إلى فلان، أحسن إلى الناس، حتى الشعر يقول كده أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما، قلوبهما فطالما استعبد الإحسان إنسانا. لكن الإحسان القرآن عبر عنه بإيه؟ وبالوالدين. الباء دي يسموها باء الإيه؟ الملاصقة. يعني اجعل إحسانك ملتصقا دائما وملازما دائما للوالدين. واضح هذا المعنى؟ تعال نشوف نماذج لهذا. الأئمة الأربعة ثلاثة منهم كان السبب في كونهم هؤلاء النوابغ هي الأم. يعني سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يكبر فيقول إنه يستحب عند درس الحديث والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حضرتك قبل ما تروح الدرس الأول تغتسل. حضرتك عندك درس علم تحدث فيه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من آداب طلب العلم هنا ومن آداب المعلم إنه يبدأ الأول بإيه؟ الغسل. وبعد ما يغتسل يلبس أحسن الثياب ويتطيب. وكان سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يأمر بالبخور أن يوضع من أول درس الحديث إلى آخره. يقولوا له تعالى هنا، أنت جبت السنة دي منين؟ يقول إكرام حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي علمك كده من مشايخك؟ يقول علمتني أمي ذلك. يبقى الأم هي اللي بدأت بتعليمه إيه؟ الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الإمام الشافعي كان رضي الله عنه وأرضاه بارا بأمه، وهي التي كانت تختار له شيوخه. الإمام الشافعي ولد في غزة، عنده سنتين أبوه توفي، انتقلت به أمه إلى مكة وبدأت تربيه وسط أخواله. وبعدين إيه اللي حصل؟ بدأت تدفعه إلى القرآن الكريم، حفظ القرآن. هتختار له الشيخ عشان يعلمه الحديث، تقول لهم من أعلم أهل مكة بالحديث؟ يقولوا له فلان تعلمه. من أعلم أهل مكة باللغة؟ فلان، هو اللي يتعلم عنده. من أفقه أهل مكة؟ فلان، تدفعه إليه. حتى لما جه يستأذنها في إنه يذهب إلى سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، قالت له لا تذهب حتى أرسل معك ورقة إليه. راحت لقريبها وغالي مكة تطلب منه توصية لوالي المدينة عشان يوصي عليه سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. يذهب الإمام الشافعي ويدور في الدنيا. شوف الإمام الشافعي مؤسس علم الأصول اللي كان الأصمعي بيجي يصحح على إيده اللغة الأشعار العربية وجاب الأرض، ومع ذلك أي خطوة بيعملها الإمام الشافعي يروح ويسافر ويرجع يستشير أمه. أدي بره. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه فقد أباه وهو في سن صغير، فعكفت أمه عليه ووجهته لطلب العلم، ورفضت أن تتزوج حتى لا تأتيه بزوج أم ينغص عليه حياته. طب رد فعل سيدنا الإمام أحمد يعمل إيه؟ هل كان الإمام أحمد قد رفض الزواج حتى لا يأتيها بزوجة ابن تنغص عليها، ولم يتزوج إلا بعد أن ماتت أمه؟ ده نوع من الإيه؟ من البر. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه طلب العلم وهو كبير، وبعدين كانت تيجي أمه تسأله سؤال. وحضراتكم عارفين إنه الواحد فينا يعني أو كما يقال مزمار الحي لا يطرب. فأم الإمام أبو حنيفة تسأله سؤال ما تقتنعش بالإجابة بتاعته، تعمل فيها يعني عالم ده انت ابني، تقول له أنا عايز أروح للشيخ فلان عشان أسأله. يوم سيدنا الإمام أبو حنيفة لا يقول لها والله أنت يا أمي قللت مني، ولا أنت بتهنيني، ولا وسط زمايلي شوف أنت بتكلميني إزاي الكلام اللي بنسمعه من الشباب النهاردة. إنما يأخذها يحضر الدابة يركبها عليها، وبعدين يقود الدابة بنفسه ويذهب إلى بيت الشيخ فلان
اللي عايزه امه تساله وينزلها يطرق الباب ويقول له امي جاءت تساله، واقف وهو في الخارج. قالوا ولا ربما سالته سؤالا يعجز عنه فيخرج يسال الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، يسال الامام ابا حنيفه وبعدين يطلع او يدخل يقول لها على الاجابه. ده بر مين؟ سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. واضح هذا الامر؟ طيب من الناحيه العمليه، الامور الوعظ والرقائق والكلام في الموضوع كثير، لكن خلينا نقول ما الحكم، ايهما يقدم او طاعه من تقدم، طاعه الزوج ولا طاعه الوالدين؟ على طول لا، طاعه الزوج ولا طاعه الوالدين؟ قبل الزواج كانت طاعه الوالدين، طب وبعد الزواج؟ طاعه الزوج. طب لو الاب احتاج لبنته عشان تخدمه والابن والزوج قال لها لا ما تروحيش، طاعه من تقدم؟ تقوم على طول واحد يقول طاعه الزوج ما تروحش لابوه. طب ابوها ده يموت؟ ايه راي حضرتك ان سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه نص على ان المراه تعصي زوجها وتذهب لرعايه ابيها اذا لم يكن له من يرعاها غير ابنته؟ يقدم مين؟ انا اصله هو حضرتك كزوج جيت اتجوزتها من سنه ولا اتنين ولا ثلاثه وقالت لك ابويا ما فيش حد بيخدمه، امي مش معايا ولا امها توفيت ولا ولا ولا، حضرتك تمسح حياه 20 30 سنه عشان حضرتك بقيت الزوج النهارده؟ فالامام شافعي يقدم مصلحه مين هنا؟ الاب مش في دايما، مش كل يوم والتاني انا عايز اروح، انما اذا كان الاب محتاجا اليها. هذه مساله. طيب مساله النفقه، احنا عندنا الشريعه الاسلاميه تجعل نفقه الانسان على نفسه، وبعدين تقول عشان تنفق او يجب عليك النفقه على الغير دي لها اسباب. اول سبب النفقه على الزوجه، وبعدين انا عندي النفقه بسبب القرابه. القرابه دي مين؟ اولا الاولاد. طيب اذا كان الاب والام محتاجين للنفقه، هل يلزمني الانفاق عليهم ولا لا؟ خلينا اقول لحضرتك ان عندنا اكتر من نقطه وبتقابلنا مشاكل عمليه بيها. اولا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك، انت ومالك لابيك، ده حديث حديث. طب انت ومالك لابيك، يعني ابويا لما يجي يقول لي يا ابني فلوسك اول كل شهر تيجي تديها لي وانا اديك مصروفك وانا ماشي لك بيتك زي ما انا عايز، حضرتك تقول له اتفضل؟ ما هو انت ومالك لابيك، مش كده؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه رفض هذا الامر. مين اللي رفض؟ سيدنا ابو بكر الصديق وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه ولد يقول له ان ابي يريد ان يجتاح مالي، وجاي الاب معاه يقول له هو مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك؟ رفض سيدنا ابو بكر بن الصديق من الاب ان يفعل ذلك، واجاز في حاله واحده وهي ان يكون الاب محتاجا، فاذا كان بياخد معاش على قده وساعتها ساعده، لكن معاشه كبير ومعيشه كويس لا يلزم الولد بالنفقه على ابي. قال لي طيب مساله ثانيه، انا راجل دخل على قد حالي ممشي بيتي بصرف على زوجتي وعلى اولادي، وبعدين ابويا وامي محتاجين، مين يقدم على مين؟ الاب والام ولا الاولاد؟ قالوا اذا لم يكن للولد دخل يزيد بحيث ان هو ينفق على زوجته وبعدين ينفق على اولاده اللي ما لهمش غيره وبعدين يعطي ابوه وامه بالزياده، قالوا يشرك ينفق اولا على نفسه ثم على زوجته ثم يشرك والديه مع اولاده، يبقى يعتبرهم كانهم ايه؟ ولدين اثنين، كانهم ولدين معاه، يبقى دول مع اولادك. عندك كم ولد؟ عندي ولدين، وابوك وامك يبقى عندك اربع اولاد، تنفق عليهم بالتساوي ولا بد من الرعايه. انما لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك كان يقولوا كده ان الانسان يحب ياكل من الشجره اللي زرعها، يبقى من باب البر انك انت تدخل بهدية، مش بس انك انت تقول لي والله هو الفقهاء قالوا انفق ولا لا انفق. مسألة الولاية في الزواج، الولاية في الزواج يعني ايه؟ البنت تزوج نفسها ولا ترجع لابوها؟ قال لي ترجع لابوها. طيب ده عند كل الفقهاء؟ الجمهور يقول لابد من الولاية والولي يرقى. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه يقول يا ريت الولي يكون موجود، ده الاحسن وده الاوفق للسنه. يقول لكنها لو عقدت نفسها على نفسها بشروط، قال ان تزوج نفسها من كفء لها والا يقل مهرها عن مهر مثلها،
وبعدين يقولوا طيب هل من البر أن تزوج نفسها دون معرفتهم؟ الناس فهم النقطة دي غلط، فيقول لك ما هو الإمام أبو حنيفة أجاز. الإمام أبو حنيفة ما قالكش إنها تروح تفاجئ أبوها، أيوة يا بابا ده أنا اتجوزت، إيه يا بنت مالك في إيه تعبانة ليه، ده أنا حامل، ده أنا اتجوزت وأنت ما تعرفش. لا، الإمام أبو حنيفة ما قالش الكلام ده، إنما سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول لو أن أباها أذن لها فجلست وتولت عقد نفسها. يبقى هو موجود وعارف وحاضر وموافق على اللي بيحصل، بس كل ما هنالك ان هي اللي قالت له زوجتك نفسي على مهر كذا، قال الكلام ده نتحقق من هذا الامر بانها زوجت من كفء، وكذلك ايضا لم يقل مهرها عن مهر مثلها، والا كان الزواج باطل باتفاق الفقهاء. عايز اقول لحضراتكم ان مساله الولايه دي نوع من البر، لانه تسقط ولايه الاب ان قصر في النفقه. قصر في النفقه يعني ايه؟ يعني الاب طلق الام وبعدين ساب بنته دي كان عندها سنة ولا سنتين أو كانت الأم حامل، سابها ولا صرف ولا عرف حاجة، وبعد 20 سنة جات الأم تقول أنا هجوز بنتي دلوقتي متقدم لها عريس، وانتوا بتقولوا لازم الولي يدور على أبوها، أبوها قال أنت مين، أو أبوها جه قال أنا اللي أتحكم في الزواج. الفقهاء يقولوا من لم يقم بما وجب عليه لا حق له فيما وجب له. حضرتك كنت فين؟ حضرتك صرفت عليها؟ تعرف عنها حاجة 20 سنة؟ ما تعرفش شكل حضرتك ايه؟ بتطالب بأنهي ولاية؟ اذا هذه الولاية انما شرعت برا بمين؟ بحق الوالدين. اللي بيقوم بمين؟ اللي بيقوم بالأب. ده حتى فرعون لما رب سيدنا موسى طالبه بحق التربية قال له ايه لما دخل عليه؟ ألم نربك فينا وليدا؟ الله فين حق التربية ده؟ يبقى اذا حق التربية واجب على كل مسلم فينا، وعليه أن يؤديه وأن يقوم به. وليس حق التربية قاصرا على مسألة الأبوين. بالمناسبة إحنا في عندنا الأبوين وعندنا الوالدين، صح؟ القرآن الكريم بيعرضها بإيه؟ إيه الأبوين؟ يقول لي الأب والأم، بس ده أب، يقول لي في حاجة في اللغة اسمها إيه؟ التغليب. التغليب يعني إيه؟ ياخد اسم واحد ويجره على الاثنين. معايا حضراتكم كده؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحوله العمران. العمران مين؟ ها؟ عمر ومين؟ وابو بكر. الله، ده ابو بكر مش عمر. يقول لي ما هو بناخد اسم واحد ونسحبه على الاثنين. على اي شيء كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت على الاسودين، التمر و التمر ماشي اسود لكن الماء لا لون ولا طعم ولا ريحة، صح؟ امال ايه؟ خد لي صفة واحد وشدها على التاني. نفس الامر اللغة العربية من قواعدها انها لما تغلب تغلب مين؟ المذكر على الانثى ولا المؤنث على المذكر؟ تاخد المذكر. يعني القمران، القمران اللي هم مين؟ الشمس والقمر، تقوم واخدة اسم المذكر وتغلبه على المؤنث. طيب القرآن الكريم لما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و الوالدين، والراجل بيولد بيلد، امال ده أخذ صفة مين؟ صفة الأم. يبقى القرآن الكريم قدم الأم هنا رعاية لها وإظهارا لحقها. عشان كده لما يتكلم عن البر يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها، يقول وهنا على وهن، مش كده؟ فقدم هذا الجانب لأنه بيذكر حضرتك بالبر الواجب عليه مقابل ما لم تعي له وما لم تتعرف عليه. عشان كده كان يتعبر عنه بالوالدين. ولما يجي في آيات الميراث يقول ولأبويه، يجي غلب جانب مين؟ جانب الأب، جانب المذكر. ليه؟ لأن لا مش عشان هو العصب، لأن نصيبه أكبر فيغلب صاحب النصيب الكبير. واضح ده؟ يبقى في البر بالوالدين يغلب جانب الإيه؟ الأنوثة، الأم الوالدة، ويسحبها على الوالد. في الجانب النصيب الأكبر يغلب جانب الرجال، وهكذا. أنا أختم بأنه كان من الدعاء الوارد عندنا في فقه المالكية في التشهد الدعاء للوالدين، مش بس الوالدين، اللهم اغفر لنا. في التشهد بنقول كده اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ايه الفرق بين والدينا ووالدينا؟ قال لي والدينا الأب والأم المباشرين، أبويا وأمي. طب ولوالدينا؟ كل آبائي إلى آدم ممن كانوا مسلمين.
خلاص نحرص على هذه الدعوة كما أوردها سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في صيغة التشهد عنده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وكثر خيركم ورزقكم بر آبائكم ورزقكم بر أبنائكم بكم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. ويه قال بجانب مين؟ جانب الأب، جانب المذكر. ليه؟ لأن لا مش عشان هو العصب، لأن نصيبه أكبر فيغلب صاحب النصيب الكبير. واضح ده؟ يبقى في البر بالوالدين يغلب جانب الإيه؟ الأنوثة، الأم، الوالدة، ويسحبها على الوالد. في الجانب النصيب الأكبر يغلب جانب الرجال، وهكذا. أنا أختم بأنه كان من الدعاء الوارد عندنا في فقه المالكية في التشهد الدعاء للوالدين، مش بس الوالدين. اللهم اغفر لنا في التشهد بنقول كده، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ايه الفرق بين والدينا ووالدينا؟ قال لي والدينا الأب والأم المباشرين، أبويا وأمي. طب ولوالدينا؟ كل آبائي إلى آدم ممن كانوا مسلمين. خلاص؟ ويه قال بجانب مين؟ جانب الأب، جانب المذكر. ليه؟ لأن لا مش عشان هو العصب، لأن نصيبه أكبر فيغلب صاحب النصيب الكبير. واضح ده؟ يبقى في البر بالوالدين يغلب جانب الإيه؟ الأنوثة، الأم، الوالدة، ويسحبها على الوالد. في الجانب النصيب الأكبر يغلب جانب الرجال، وهكذا. أنا أختم بأنه كان من الدعاء الوارد عندنا في فقه المالكية في التشهد الدعاء للوالدين، مش بس الوالدين. اللهم اغفر لنا في التشهد بنقول كده، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. إيه الفرق بين والدينا ووالدينا؟ قال لي والدينا الأب والأم المباشرين، أبويا وأمي. طب ولوالدينا؟ كل آبائي إلى آدم ممن كانوا مسلمين. خلاص نحرص على هذه الدعوة كما أوردها سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في صيغة التشهد عنده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وكثر خيركم ورزقكم بر آبائكم ورزقكم بر أبنائكم بكم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. بر الوالدين يبعث في الإنسان إنسانيته. بر الوالدين شمس تمنحك الدفء والضوء. بر الوالدين طول عمر وزيادة في الرزق. بر الوالدين تجارة رابحة جعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لخزائن رزقه. بر الوالدين نافذة تتطلع من خلالها إلى عالم ملؤه الراحة والطمأنينة. لن تضل سفينتك في بحر الحياة ما دمت بارا بوالديك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد بمسجد الاستقامة تحت عنوان بر الوالدين. والآن إخوة الإيمان مع الابتهالات والمبتهل الشيخ بلال مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوك ورضاك يا
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا المداد وكلت الشروق
البشر في أرجائها ينداح عدل وإحسان وفيض كرامة نصر وفتح ورحمة وسماح طه يا رسول الله عليك صلى الله طه يا رسول الله صلى الله طه يا رسول الله عليك صلى الله طه يا رسول الله عليك صلى الله يا طه احنا محبينك عشنا ومتنا على دينك يا طه احنا محبينك عشنا ومتنا على دينك خير الأديان دينك اسمى الأديان دينك احلى الأديان دينك اشفع لنا رسول الله طه يا رسول الله طه يا رسول الله عليك صلى الله يا كريم.